اللي صفالك زمانك علي ضام يشرب قبل لا يحس الطين صافيها. الليلة من ذا بارك في الحوية وتحديدا فرع دخون الإماراتية الموجود هناك، عندي إعلان عن باقة في دخون الإماراتية، باقة لن تتكرر، عطور فخمة وسعر أحلى من العطور وضمان دخون اللي أنت تعرفه طال عمرك. لا تفوت، استمتع بالإعلان، وإذا تحتاج عطور لا تفوتي أبدا ولا تشاور. كل بسم الله، توكلنا على الله. يا زينكم زين، هذا وش هذا؟ بسة. ولا دب؟ لا بسة يعني. وش خلاص طيب، بسة ليه؟ البسة عانى جات. ها حول الله، بسم الله على بسم الله على خلاص يعني انت زي البطيخ. زي البطيخ حلوه العاب كمان. حلو، ليش تسوي كذا؟ انت ليش تسوي حركات هذه؟ تعال اجلس هناك، اجلس العب بالعابك. ايش شفتها؟ خلاص العبوا واستانسوا وانبسطوا. وين يا هلا بالزين، يا هلا بورد، يا هلا بالعسل. من بابا زين بابا. ابو عتيبه انا رجاله قد الرد الثناء، وانت وراسك يا طيب ابو عتيبه، وانت رجال انت تحفظ الشعر وما شاء الله عليك، وعندك قصيد يعني ما هب موجود عند الكل. عطنا شيء في رد الثناء. رد الثناء في قصيدة للشاعر نافي الغيداني قديمة من قبل 15 سنة أو أكثر. ونعم والله. يمدح العقيد فهد بن قعدان الحويقل، مزارق طيب بينهم، أبو قعدان كفو ولا في كفو، وهذا من طيب رأسي لا في إنه قدر رفيقه ومدح بقصيد تنجزله. اي والله كلهم يقول قام ينخاني قصيدي المدح هم عذور، واحد في مدح المدح يبشر بسعده، من يبي يقول مدحك في بن قعدان زور، يا قصيدي سقسين المدح ولا قده، والله ان المدح ينصاه مختال فخور، مثل ما يختال خادم بعظمه سيده، وين بلقى اللي على مانتن عندي غيور، والله اني صاحبه واول انسان احسده، اشهد ان الصقر ومن اطيب انواع الصقور، ليت ابوها مهل هالله اللي وقته اهدده، يوم عاين في عيال بطون من الظهور، نادر اللي مثل شرواه قبله وبعده، الخوي عنده مبده على كل الامور، قبل يطلب حاجته يعتبرها في يده، تقول مكتوب على شفاه ممنوع العبور، للكلام اللي لوحه عاقل محمده، ما ذكرت الا الحقيقه، وقول الحق نور، الله انه لا يطول حياه ابن جحده. الله 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 الله، صح لسان. يقولون اللي ورا ظهور الريجي الكايد. الله الله، في أبيات للشاعر مبارك بن مدغم يقول من قال كايد ما ورا كل منعور، أقول ذا عذر المساكين دايم، اللي ورا ظهور المطاريق مقدورة كايد اللي في دينه هلايم. الله الله، إن جاء عندك شيء بعض الأحيان من أمور الدنيا وبعتيبة قليل اللي يفزع لك، وش أجمل ما قيل في الفزع؟ أجمل ما قيل في الفزع الشاعر حمدان العصيمي أرسل له. ونعم، يستاهل بركان رفيق له يا طويل العمر، مالك هم معروف، ودق حمدان في يوم من الايام قال تكفى يا حمدان، اذا موضوع عند رفيقنا انت تمون عليه بالحيل، والان ابي فزعتك. واذا حمدان محرج من الرجل هذا يكلمه في اليوم 20 مره، اخرها قال هالرجل يا حمدان لا عاد دق علي، احرجتني ما فيها الكفايه، خدمتك مره ومرتين وعشر وانت زودتها، ورفيق هذا ما له عذر منه، الو كاد ارسل له ابيات ولا ابيات ابي انهت موضوعك كله بالشرك، جعلها الله السبب، والله انه منتهي من ساعته، يقول تكفى يا ابو خالد ملاذي يعني الخوف، اليمين كل قام يزداد خوفه، الوقت لغارات ورماح وسيوف، وعلى الطعن تسبق رماحها سيوف، واخوك في بعض المواضيع مكلوف، لو كان فيها نوع من الكلوفه، هذا الرفيق يشتكي هم وظروف، يحتاج يبغى من يعدل ظروفه، واخوك يحتاج يبغى من يعدل ظروفه، وانتهى بفعل الطيب والخير معروف، يوم النشامه بالفعول أم عروفه، واحد من الروقه ملكني أم معروف، واليوم للروقي برده أم عروفه، جيتك ولا أدري في لزومي وش تشوف، لكن سنعني على اللي تشوفه، وأبشرك إن السنع من ساعته. الله الله، بيض الله وجهي وجهي طال عمرك. مساكم الله بالخير والرضا والنعيم جميعا،
ما يستريح اللي عزم له رأي جيد. عش الشباب اللي لا عندي وبرح دور لي لاحد اللباني لباني أبو أربعة ما أخذ غير من أبو أربعة وتحت عشان يجي للطعم. أي والله هالجاكس وش علوم غيرنا ديسقوس أنا ضبطنا هالحين يقوم في الخامس الحين تحطه في الخامس درع نقع دوبا يزمي بس هالحين الأمور زي يدور للطرقة على هاي أبو غازي خلاص روحات نجي من مرة عندي رجيل ها لا والله هذا لو عندك لو الدور اصغر اشوى لو الدور اصغر لا والله خذ الشيء اللي يجمل انت مشيت العلاج عيد معك مره الله يوفقكم يا جعد اهل حلال واهل الامانه الله يسلمك يرحم والدك مره عطني عطني سعر خلاص بدات اللي تجيب ابو غازي مره الله يبين روح بس تبى المصرف الله يبين وجهك ابويا اخذ من عندك قبل كم والله كم مره حتى مسجل رقم مره ابوي لا تراعي الى جاك لا والله يبشر بس ابو مخلد والله يستاهل المره تسلم.